مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس في كل مكان، مرحبا بكم هنا في تاسوسة في سنواتي الماضية. ولاعب النجم كرة في محاولة تسديد لكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب. الكرة والمحاولة الماضية تصل إلى خارج أرضية الميدان، لا يستحق كل هذه المشاكل في الجهاز الإداري، لا يستحق كل هذا التخبط في موضوع إدارة النادي، لا يستحق كل هذا العقاب. في الجانب المقابل النجم الفريق الذي قدم باءت المشاكل مشكلة تلو الأخرى. مو الكرة فيها محاولة تسديدة قوية تأتي في اللقطة الماضية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى سيف الدين شرفي. تحولت الكرة والمحاولة بعد ذلك إلى خارج أرضية مجاز، وأيمن كرة ملعوبة في منطقة الجزاء رأسية اللقطة الماضية والمحاولة. وثلاث أشهر ويومين أو ثلاثة أيام، خمس سنوات وثلاث أشهر وثلاث أيام منذ آخر انتصار بالنسبة لفريق النادي الأفريقي على النادي النجم في آخر مباراة جمعت ما بين الفريقين بالتحديد قبل 33. شوف الكرة والمحاولة الماضية والانتصار الأخير بالنسبة للأفريقي، بعد ذلك اكتساح كبير جدا للنجم. كرة فيها محاولة خطيرة ملعوبة لكن أيضا تحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. الملعب كرة ملعوبة الآن، تغطية وإبعاد 2012 بتعادل سلبي في ملعب المنزة في مباراة أضاع فيها بلال العيفة ركلة جزاء بالنسبة للنادي الأفريقي، وطرد بعد ذلك زهير الذوادي في تلك المباراة التي انتهت بنتيجة الخفيفي. الخفيفي يتقدم يبحث عن مساندة، تأتي المساندة الأفريقي مع محاولة كرة فيها تسديدة قوية جدا. أوهو. ركلة جزاء يشير إليها ماهر الحرابي في اللقطة الماضية، كرة من بلال خفيفي مرتدة والمرتدة سريعة نجح في استغلالها بلال، سدد هل اصطدمت في يد أيمن الطرابلسي هذه الكرة والمحاولة الماضية؟ لا 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 لا، بحاجة إلى إعادة من زاوية أخرى، من زاوية أخرى هذه الكرة والمحاولة الماضية. اعتقد شخصيا بان الكره يعني لا يستحق فيها النادي الافريقي 1-1 في عام 2014 في مباراه الاياب في ملعب المنزة يومها اليعقوبي هو من سجل. الان ركله جزاء بالنسبه للنادي الافريقي ضيعها لا سجل، سجل يتقدم الافريقي، يتقدم الافريقي وباقدام معتز الزمزمي يسجل من علامه الجزاء الى الشباك لتعلن التقدم الان بهدف مقابل لا شيء. اخر مره كما ذكر النادي الافريقي على ركله جزاء، كره عموما فيها محاوله اخرى يتقدم من خلالها من جديد بلال خفيفي في منطقه الجزاء. بلال يتوغل يسدد، اوه بلبولي يتصدى ايمن للقطة. تظهر ركلة الجزاء في لقاءات الفريقين بعد غياب المباريات الماضية التي لم نشاهد من خلالها ركلات جزاء في لقاءات الفريقين، وآخر ركلة جزاء كانت في لقاءات الفريقين كانت في مباراة الانتصار في الكرة الماضية. عموما يأتي القرار بوجود صافرة وخطأ بالنسبة للنادي الأفريقي. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء عن طريق صابر خليفة الى خارج ارضية في تشكيلة فريق النادي الافريقي. اللاعب الغاني متواجد اساسيا في مباراة اليوم. كرة من محاولة مرتدة لمصاعة الافريقي خطيرة وصلت عن طريق اللاعب في الجهات اليمنى بلال خفيفي في منطقة الجزاء. الكرة الماضية الرأسية كان ممكن، اوهو كانت هنالك صافرة وخطأ، محاولة خطيرة جدا. سيف الدين شرفي يبعد الكرة والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. تصل الكرة ملعوبة لمصاعة النجم في منطقة الجزاء، محاولة يا سلام، كرة مقصية في غاية الروعة عن طريق اللاعب رامي البدوي لعب الكرة والمحاولة الماضية. شوف الكرة ملعوبة بشكل مثالي جدا، رامي البدوي كان ممكن ان يسجل واحد من اهداف في الموسم في اللقطة الماضية. لا والله الشرميطي هذا، ايمن الشرميطي هو اللي لعب الكرة والمحاولة. انت نلعب في لحظات الوقت بدل الضايع في شوط المباراة الثاني.
منطقة الجزاء، محاولة خطيرة عادت من جديد لمصلحة النادي الأفريقي، فرصة في الوقت بدل الضايع، ملعوبة المحاولة على مشارف في المنطقة، تسديدة قوية تأتي لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. بابر خليفة 31 سنة لنجم مارسيليا القادم من الدوري الفرنسي، كرة لمصلحة النجم، ملعوبة اللقطة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، انتظار صافرة حكم المباراة ماهر الحرابي، نعم تنطلق الآن مشاهدينا متابعي